وصلنا لمحطتنا الأخيرة لليوم، ومكفيين اليوم كان كتير عم نحكي عن الفن والإبداع، ورح نكمل مع الفن والإبداع بقلم الرصاص. قدر يجسد ملامح لوجوه مختلفة لناس صاروا محطة بالذاكرة، وبين لوجوه كتيرة وبين لوجوه كتيرة تفاصيل بتقدر تلمسها، حتى صارت اللوحة صورة تنطق مشاعر إنسانية جسدت بإتقان. واليوم رح نتعرف على الموهبة يلي قدرت تتحول اللوحة لصورة واقعية أريج مع الفنان أسامة خلف. أهلا وسهلا فيك ويسعد صباحك أهلا بصباح فيك، يسعد الخير. صباحك، شكرا على المقدمة. أهلا وسهلا فيك أهلا أسامة، فيك. يعني خبرنا كيف كانت بداية دخولك لهالمجال؟ هلا بالحقيقة أنا خلقت مع موهبة الرسم من عمر ال4 سنوات، وأنا بمارس الرسم والشخبرة على الورق، واستمرت معي بمسابقات رواد الطلائع مثل ما بتعرفي، ودرست فنون جميلة. بعدين قطعت من سنة 2001 تقريبا لسنة 2016 ما مارست الرسم. بسنة 2016 طبعا بنتيجة الأحداث اللي مرت فيها البلد، وكان عندي استشهاد والدي الله ب 2013، يرحمه يا رب. فتعيشي فتشكلت عندي مشاعر، يعني طبعا كلها حزن، ما كانت فرح. بظن هي فجرت هالموهبة اللي كانت كامنة طول هالسنين. يعني تمام، ابتعدت عن الألوان واتجهت نحو قلم الرصاص مثل ما تمام ذكرنا بالمقدمة. تمام أنت أول ما فتت كان معنا هي اللوحة الموجودة حاليا، أكيد أكيد بنعرضها على الشاشة بعد شوي، فأنا إنه صابتني حالة انبهار شوي، قلت لها لأريج بنشوفهم على الفيسبوك هدول بالعادة إنه أوكي. الرسم بالقلم. شو السبب إنه صرت بقلم الرصاص فقط واكتفيت عن الألوان الزيتية يلي عكس يمكن ما بنشوف بشكل عام؟ هلا ما في سبب مباشر، هو طبعا في تكنيك. يعني انا عموما من عشاق المدرسه الواقعيه، والفن بعصر النهضه مثل ما بتعرفي متاثر بفنانين ليوناردو دافنشي، مايكل انجلو، كارفاجيو. لقيت بالفحم، التشاركول والبنسل جرافايت، عندي شيء بقدر طلعه، فقدر يوصل الاحساس اللي داخلي. لقيت اسهل شيء اني اشتغل تشاركول، ولكن ان شاء الله بالفتره الجايه رح اتجه نحو الالوان الزيتيه. كمان يمكن باللوحات اللي اكثر شيء كنت عم تشتغل عليها هن لتجسيد لشخصيات مختلفه، ان كان بالعمر او مثل ما عم نشوف بالصوره، او ان كان بالجنسيه. شو سبب توجهك لتجسيد شخصيات؟ هل يمكن حضرتك ذكرتي الجواب بالمقدمه. كل هاي الشخصيات ومن مختلف الجنسيات كلنا نتوحد بالمشاعر الإنسانية، إن كانت الصورة اللي معنا هي سيدة يابانية، أو إن كان طفل. بعض الصور اللي معنا عم نشوفها صور عم تنعرض حاليا تماما هي نفس الصورة، كلوز أب شوت تماما، فكلهم بيتشابهوا بالمشاعر الإنسانية اللي هي أنا بقدر دايما ركز عليها. يعني أنا مش هدفي إني أرسم بورتريه أو أرسم شخص، هدفي جسد حالة الشخص أو أرسم ال beyond what eyes can see. عم شوف طفل. تماماً تماماً. هاي اللوحة illustration بعنوان happiness، سعادة. فهذا الطفل ماسك عنقود عنب، لكن بالنسبة له عنده فرحة، يعني مع أنه باكي، لكن عم بحاول جسد أنه السعادة ممكن تكون بعنقود عنب، مش شرط تكون شيء كبير كتير. يعني فهي المشاعر الإنسانية بظن هي أسمى شيء بالوجود، فدايماً بتجه تماماً تماماً. هاي هون الصورة براءة، سميتها هاي الصورة براءة لطفل غافي. عم نرجع يمكن لهي الصورة لأنه على قد ما فيها فيها دقة ديتيلز كتير تماما فيها بالتفاصيل ديتيلز. هون كمان هي من أحد اللوحات اللي كانت أول لوحة إلي بالتشاركول. هون طبعا كمان في عنفوان وفي نظرة، بعدين في بعض الصور انتشروا كتير على صح على المواقع. صح تماما صح. يعني اللوحة عم نحسها صورة. هي صورة. تماما تماما، هي من أول لوحات كمان اللي ابتديت فيها. هي طبعا ابراز الصوره، يعني او انك تشوفيها صوره فوتوغراف، هي مش الغايه اللي عم بوصل لها. انا لازم اعطي الكمال للصوره واعطيك احساس انه هي طبيعيه جدا عشان تشوفي انت حاله الشخص. فلو كان في اي غلط
بالوجه بتغير التعبير بشكل تام تماما. التفاصيل قديش لها أهمية وقت بتكون عم تشتغل وعشو بتركز كتير أكتر شيء؟ هلأ دايما أنا كنت أرسم from life. في عندي موديل، أنا الموديل تبعي بصراحة بنقيهم من الشارع، بيكونوا عندهم قصص وحكاية بحياتهم، فبقدر شوف هالشي بتعبير وجههم، فبحاول جسد هالموضوع. إبراز التفاصيل هو اللي بيساعدني على تجسيد الحالة اللي موجودة بهذا الشخص، سواء كانت حزن، فرح، whatever يعني. أيضا مثل ما ذكرنا حضرتك خريج كلية الفنون الجميلة، تمام. اليوم لأي منحة حابب تتوجه، خاصة بعد ما ذكرت لنا أنه بقلم الرصاص بلشت وأيضا رح تدخل الألوان بعد فترة؟ تماما. ممكن تعيد السؤال؟ أنا يعني رح تبلش بأشياء جديدة كمان؟ تماما تماما. مثل ما قلت لك هو التكنيك، أنا ابتديت بالتشاركول والجرافايت وهلأ حاليا عبرسهم باستيل، وان شاء الله للمستقبل حيكون في الوان زيتي تماما. يعني انا عم بشوف شو التكنيك اللي بقدر طلع فيه الشيء اللي جواتي بشتغله بغض النظر هو شو، عرفتي كيف؟ يعني انا مش التكنيك هو اللي بتحكم فيني، انا بخدم التكنيك لحتى اظهر الشيء اللي بدي اوصله. قد ياخذ وقت منك العمل لحتى تظهر الشيء بالفعل الحاله الانسانيه؟ طبعا كثير. يعني هاي اللوحه الموجوده معنا تقريبا اخذت شهرين او اكثر، لمدة 100 ساعة عمل. وما عندي مشكلة اشتغل سنة على لوحة لو كانت آخر شيء حتكون آيكون بمكان ما، لأنه التفاصيل هي تبع الإنسان. يعني أنا في مثل بيقول لك in each fold a story to be told، يعني هي التجاعيد أخذت سنين لتكونت، فالعطية حقها، فما ممكن أرسمها بخمس دقائق وأقول خلص أنا انتهيت. فقد ما أخذت مني اللوحة وقت وجهد أنا جاهز، يعني بس بالنهاية تطلع بيرفكت. تمام. حاليا حضرتك موجود بدبي، تماما، مقيم هنيك وعم تقوم بورشات عمل، خلينا نحكي أكثر عن هاي الورشات، شو آليتها، تفاصيلها لهي الورشات؟ أنا مثل ما خبرتك بالبداية العمر الفني تماما أو من لما ابتديت أشتغل على حالي بشكل جدي هو 2 years، سنتين، من 2016 ل 2018. لكن بتفجر هالموهبة العالم صارت المهتمين بالرسم الواقعي صار يبحثوا عن تيتشر، انه تدريس كيف بتم الرسم، كيف بتم فعملت وركشوبس، عدد من الوركشوبس مثلا في مركز دبي العالمي للفنون، وعندي ان شاء الله الشهر القادم في محاضرتين بمركز الشباب بأبراج الامارات دبي، وإن شاء الله السنة القادمة كمان في عدد من ورشات العمل بمركز تشكيل هو تابع لمنظمة الفنون بدبي. كل التوفيق يا رب. الله يخليك. شكرا. فنان أسامة خلف، نحن نتمنى لك المزيد من التألق والنجاح وتحقق الغاية اللي أنت حابب توصلها. شكرا كثير لوجودك معنا اليوم ضمن برنامجنا. شكرا كثير لكم وشكرا لقناة الأخبارية. شكرا كثير لوجودك معنا، نتمنى لك كل التوفيق، وفعلا نتمنى دائما الفنانين بشكل عام السوريين يضلوا يحققوا المزيد من الإبداع والتألق وين ما راحوا. شكرا كثير لك. إن شاء الله. شكرا كثير.